الحياة حلوة وفيها الكثير من الحركة والتغييرات، لهيك برنامج أجندا رحلة بتصور كل شيء عم بيصير حوالينا من نشاطات ومواعيد كثيرة. ترويقة بالأتوليه الخاص فيه بالجميزة، جمع فيها المصمم ربيع كيروز عدد من الصحفيين، وأعلن بهالصبحية عن اختياره من قبل مجلة لاردوت الفرنسية ليقدم تصاميم خاصة فيهم. اختارت المجلة الفرنسية الأولى بعالم الأزياء والموضة واللي بتقدم خدماتها عبر الإنترنت لردود مصمم اللبناني العالمي ربيع كيروز ليكون أول مصمم بيقدم مجموعة خاصة لمجلة لردود لأوتوم إيفير 2012-2013، حيث كل المجموعة يلي رح تكون مخصصة لمجلة لردود رح تكون معروضة ورح يتسني لكم تختاروها وتشتروها بأسعار مخفضة ببوتيك ميزون ربيع كيروز المرفأ أيام 11، 12، 13 و14 تموز، وإذا ما قدرتوا فيكن ترجعوا تشتروها عبر لاردوت لبنان. أب مرسي كتير لأنكم هون تواكبوني وتشجعوني بكل نشاطاتي. كان لي حظ كبير أنه لاردوت اللي هي كتالوج منشتري من وراء الكتالوج مجلة منشتري فيها اختار فرنسية اختاروا انه يكون انا المصمم تبع الشتاء 2012-2013. صممت مجموعة صغيرة بتنباع بس مع لغدوت، دونك ممدية ميزون ربيع كيروز للغدوت. و يعني كل الناس فيهم اللي بيجيبوا لردوت يحصلوا على التصاميمك اللي هلا رح تكون قريبا موجوده بس بكل انحاء العالم، صح؟ مزبوط، يعني اليوم في بكل انحاء العالم، كل على لردوت.com فينا نفوت نشتري المجموعه، ورح نعمل كمان شيء خاص لبيروت لانه بيروت لإلي. رح نعمل أربعة أيام هالمجموعة فيها تنشرها دغري، مش منوصي عليها بالإنترنت أما بالكتالوج، رح تكون موجودة بالبوتيك ببوتيكتي على المرفأ بتموز 11، من 11 ل 14 تموز. يعني اللي بحب يحصل على أي قطعة من القطع الموجودة بيقدر يجي وياخدها دايركتلي.